70 خط ازرق مال اهم شيء راح تصير ما مو معممين عليكم شنو القوانين. لا 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 عندنا مشكله بالعكس احنا عندنا متعاونين بالعكس كم النسبه ما في نسبه هذه مشكله خايف؟ ليش؟ ليش دخلتوه؟ وانتم تعرفون ان انتم بتسحبوني. الحمد لله اهم شيء هزمت الثلاث خيل هزمت. لا هم يعرفون الناس ما يخافون. ابدا ابدا ابدا. احنا قبل السباق قلت لك هو اللي بيخسر. فضلا وليس امرا. لا تنزل الكلام ذا كله بوليوود. شنو تعني الشجاعه؟ قولي قسم بالله ما معي ميكروفون الحين. شنو يعني انك كل يوم تكون براي؟ ما اقدر اقول شيء الحين. شنو يعني انك تتراجع عن اللي قلته بدال المره مرات؟ واعمل نفسك ميت. شنو يعني انك تكون اقول ولا واضح الكلام؟ تقولي نعم. طيب ليش تقولي انا اعرف وانا ما اعرف ان الشجاعه تتطلب بال طويل وصبر وعزم واصرار. ما ادري فين كنت تعرفين. والاهم من كل ذي تتطلب قلب قوي ما يهم القيل والقال، وتتطلب انسان يقول الحق حتى على حساب نفسه لو مهما صار. والله شو انا اعذر اليوم صراحه. بتنعذر مره ومرتين ويلا بعد ثلاث، بس بعدها بالمنطق خلاص. ابدا ما تفحص المنطق. واذا كان المنطق باهميه سؤال وجواب لا تسال الناس للتحليل. واذا بنختلف على شنو المهم وشنو لا، ما بوصل معاكم المكان. ما خليتك ولا بخلي، وكل اللي أطلبه بس شوية إدراك. اللي تشوفه غير مهم وغير قابل للنقاش ترى غير كلامه. والله أنا صراحة مستغرب. مو صعب، كل اللي عليك تجاوب على قد السؤال وتثبت عكس الكلام، وحزتها بس بنقدر نقول عنك بطل وجريء وشجاع.
هذا تخصص، هذا متخصص تقدر انت تسري البياطة عند الدكاترة. لا نبيل الكلام هذا غير صحيح. شلون غير؟ عاد بكيفهم هم عسكريين على انفسهم، عسكريين وفي مجال عملهم. احنا عندنا مشكلة كبيرة اللي هي كان يعني كخيل لها نتائج، ما اتكلم فيه الشوط الاضخم اللي هو كاس الملك فيصل، وهذا هو يعني هو زي ما تقول زهره موسم الطائف، لكن كشوط خيل محققه ونتائج وريتات الشوط هذا اقوى شوط. اي نعم، في الخيل العربي. اعرف يمكن تتفقون ويمكن لا، لان اذا بنشوف الاسماء والاسطبلات الا ما نقول ان عشان يكون اقوى لازم الخالديه يشاركون. بس تدرون قبل لا نسولف عن الخيل وقبل لا نسولف عن المنافسة اللي بتصير، تعرف أكثر شيء مضايق الناس شنو صح؟ ما أدري فين كنت تعرفين، ما سمعت شيء. العرف في شوط السيارة استبلات الأمريكية ما تشارك. والله أنا صراحة مستغرب، وكلمتهم حاولت إني أتواصل معهم في البداية تجاوبوا ثم عمل نفسه ميت. نفسك ميت ما عاد يردون ولا شيء. يعني أذبس وعمل نفسك ميت؟ إيه والله. شو سوى؟ ليش؟ والله ما أدري صراحة، مستغرب. هذا ما هو شرط المكتوب، ولكن نعرف من أيام الملس أن الهدايا مثل هذه تترك المواطنين. هو تبرير، هو المشاركة كانت على الشوط هذا أصلا من بداية روزنامة موسم الطائف. إيه لا حق، ما فيها كلام، بس العرف ما ينقصها على قولتهم. إيه ما ينقصها حق. والقاعدة الفقهية إيش تقول؟ إيش تقول؟ المعروف عرفا كمشروط شرطة. يعني اسطب العذبة ما احترم العرف. المسؤولين يمكن ما الأمير، أنا قلت لك الأمير ما يدري، أنا متأكد هو متوقع ما يدري. ما في إلا شوط واحد 2000 مفتوح. إنزين. في خيل الريتات فوق 100 ما هلا شوط خير. فالأمير بندر مكرمة الأمير بندر إنه أضاف 4 سيارات اختاروا اللجنة أن تكون في هالشوط. فتواصلنا مع اللجنة، وتواصلنا مع أستاذ سالم بخصوص أنه إحنا خيل عربية وريتاتها أعلى من 100 ما هلا الشوط هذا في 2000، فإنك تحط سيارة فالإصطبات كبيرة ما تشارك. لا يا حبيبي، يا الله يطول لي عمرك، خيل عذبة عدد بشكل أنها تقدر تحط لها شوط لحالها في التجهيز، تقدر تحط قلب لحالها وتشارك في شوط تحط سبق لها. في البرنامج كل الريتات الخيل عذبة كلها فوق 100، يعني جازمة 114، حالم 105، شارق 104، فكلها ريتاتها عالية. فما في كل أشواط كانت راحت كلها تكون ريتات محددة. يعني في شوط 2000 أنا كسبت بشارقة خالدية كان من 0-90 ما تشارك في خالدية. فأتوقع أنه المشاركة كانت حتمية. أنا معك أنها ما لها فرصة في الأسماء هذه تشارك إلا في هالشوط هذا، ولكن أنها كتجهيز لا، ما في شيء اسمه كتجهيز الشوط هذا. يقدر بالعدد اللي عنده يقدر يسوي لها مركاض الحالة في وقت الشغل. من بغى العذر يلقى 100 عذر. لكن يعني مو بعذر، كله إله إلا الله. خيلهم جاهزة، خيلهم كسبانة برا وجاية أصلا، راح تطلع وتشارك برا. وش التجهيز اللي بجهزون حاليا؟ وإحنا عندنا بطولة جاية في شهر 11 في أبو ظبي. جهز على رملي وعكس؟ غير مقنع؟ أنا أشوف إنه مو بعذر عشان يكون مو مقنع أصلا. مو بعذر، هو مو بعذر. مشاركتهم مشروعة يعني ما فيها أي كلام. أنا قلت لك بداية الأمر حقوق المشروع لنا كثير كثير، واللي يبغى العذر بيلقاه. معقولة واحد بيسجل يعني 3 رؤوس سمية تجهيز؟ كل الخيل اللي بتشارك الحظة. هو ما يعني موسم يعني اشطبل جاي للطايف موسم كامل 3 شهور ما يشارك ولا بشوط، يعني ما هي يعني ما يعتبر موسم تحضيري له. فتوجيه الأمير عبد العزيز في الشوط إنه أشرح لك بعد الشوط وش توجه. بعد الشوط تقليني وش قال وعلمك. الحين ما أقدر أقول شيء. كني عرفت. كني عرفت. ما أقدر أقول شيء. طب الخالدية ما عندهم أحد كان يبون يجهزونه بس ضحوا. احترمت العرف تقريبا. احترمت العرف. مثل ما قال يعني أحد الزملاء في أحد الجروبات يقول مشهور الخالدية يحتاج إلى سباق تجهيز في الطائف قبل ما يكسب شوط جوهرة زايد. لا ما أدري، ممكن ما عندهم خيل حاضرة للشوط. أنت بتقول لي ما في ولا حصان من عند الخالدية كان مضطر أو محتاج إنه هو يجهز في هاي الشوط، شوط 2000؟
لا كل اسطبل سياسة. في بعض الاسطبلات ما يحتاج يجهز يروح الدرك للسبك. في بعض الاسطبلات لا يبغى له سبقين. انتوا مصرين لا تجهزون. انا مصرين لا نجهز لانه حق مشروع للمشاركة. هو بغض النظر ان اسطبلات كبيرة تشارك او ما تشارك النظام يسمح لكن العرف صح. لكن علميني بعد الشوط سليم بعد الشوط واقول لك شو التوجيه اللي جاي. ولكن يمكن لو سواها الخالديه بيكون عقاب الاسطبل وعقاب مسؤول الاسطبل كبير كبير عقابه. والله ما تدري يمكن 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 لافسنا غيرها بعد اخر ما تدري ما لها طعم بس يعني على الاقل حتى شو اسمه ياخذها بحق مو حلو. ممكن افضل له بعد ممكن افضل ياخذ جائزه مركز ياخذ فوق سياره يعني يمكن ما بيستانس بالعكس اللي كان ياخذ ما بيستانس كثر لين فاز وخذها غير. طيب اذا كان فاز اخذ سياره لكن اذا جاء ثاني اخذ 45 سياره يعني اذا ثالث اخذ 45 سياره يعني هنا مو داخلين الجوز داخلين تكسبون. انتم مخططينها عدل اصلا قبل لا تاخذون القرار ان تشاركونها. لا لا هو جارسين كل الاحتمالات. هو توجيه الامير واضح. الامير ما يبحث عن سياره عن جائزه. الامير يبحث عن تجهيز خيل للبطوله القادمه. ف الله يكتب لنا التوفيق ان شاء الله ونكسب ان شاء الله ونتنازل بها. المهم ما ظن تختلفون معاي لما اقول ان الشوط صعب وايد وايد انه يطلع من اسطبل العذبه. إذا جاء ثاني أخذ 45 سيارة يعني إذا جاء ثالث أخذ 25 سيارة يعني باختصار اليوم إذا خسرت مشكلة كبيرة. كل خيل عنده ظروف أكيد بس ريتك أنت كم؟ هذا سبب لكن ما حد شارك إلا الفرصة. لا صعب بالمنطق. لا مو القياس ما الخيل ما تقاس بالمنطق. القياس أبدا ما تقاس بالمنطق. لو قيست في المنطق في ناس كثير ما سجل في ناس كثير ما فازة. ورجع للترشيحات اللي قبلك تشوف المنطق. أعرف بس المنطقي عم ولكل قاعدة شواذ. لو تسأل موسى المسعودي إيش راح تقول له؟ والله للأسف ما بيسألني ولا بيسأله. ليش؟ المواقف شخصية. مواقف شخصية. في الشوط هذا. طيب قل له سؤال. سؤال إيش؟ اسأل أي سؤال موسى. إيش راح تقول له؟ اللي سجلت الخيل. يعني مو هو اللي سجل خيط. لا 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 بالعكس كيف ما أنا ما شلون مدرب. إي أنا هذا اللي قلت له مدرب أكيد إنه هو اللي راح يسجل الخيل. لازم تصير ذكي. شلون؟ شلون؟ يقول لك اللي بيه بالإشارة يفهمه. لازم تصير مثل المبدأ ما تصير حقنا وش؟ تعال سلمان. وش ما يصير كذا صح؟ شلون؟ لأنك أنت خايف أنا بدري ليش أنت خايف؟ خايف. وصراحة ما أعرف عبد العزيز شنو يقصد أو أصلاً ليش كان يبي يسأل هالسؤال. بس خلونا الحين من كل هالكلام. الخيل العربية الأصيلة تندفع بإذن الله تعالى في هذه اللحظات وعلى بركته بمشاركة كنوز الأمجد نافذ الخالدية غزوان الخالدية نيار عتبة خيرة الشام فلاش فاير شامخ جودة أسوان البتك جودة أصلا. احنا صدق قلنا الشوط شبه محسوم لاسطبل عذبة بس هل نركز فقط على جازمة عذبة كونها صاحبة أعلى تصنيف في الشوط؟ لا الاسطبل عذبة مشارك في الثلاث جياد وكلها لا حظوظ في الكسب كل جد لا حظوظ في الكسب كل بس واحد الأفضل في الألفين والله حليم هو أول مرة يركض رمل حليم أول مرة يركض هذا اختبار له اليوم بالرمل يعني هو كتوليد يركض رمل طبعا ما يمكن أن نستهين بحليم الحالم بطل كسبه في بلجيكا في أوروبا آخر فوز له في إيطاليا قبل لا يجيني بثلاث شهور تقريبا يبدو من الخارج والمحاولات من أسوان في هذه الأثناء ونشاهد هنا مشاهدين متابعين أسوان اليوم جاهز تأقلم على الأجواء مفترض يكون جاهز ولا له عذر بناء على يعني تدريب خبرة وكذا ولكن نشوفه بالميدان الله أعلم جاهز وتأقلم على الأجواء ويلا التوفيق إن شاء الله هل تحس أنه بمستوى خيل عذبة؟ ما أتوقع الجياد أحدها وجوادين من المسار الخارجي حليم الحالم يعني نقدر نقول لازم نشيل عيننا من على أسوان ونركز أكثر مع خير الشام بطلت الأسبوع الماضي شوط 2000 ركضت من كاظم أعتقد من وجهة نظرك خير الشام بتسوي شيء؟ لو ما أعتقد أنها ما تسوي شيء ما سجلت لأن فرص دخول هي فمجريات الشوط بعذبة ولا بغيرها تمشي زي ما هي بإذن الله تعالى خالدية اسطبل عذبة للسباقات بدأ بالتقدم في هذه الأثناء عبر نشاهد جلسة على ذي كله وإذا ما فزتوا زين يعني كان المفروض أصلا ما تشاركون ما فيها واحد اثنين يعني على السيناريو ذي كله وإن أنتوا أصريتوا يعني أنتوا لازم مستعدين إحنا إن أصرينا علشان نستعد للي جاي يا رب نرجو من الله إن شاء الله إنه يرزق أحد المواطنين بدون تنازل من عذبة
روس الشوط أربع 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 روس. من؟ خيرة أصلان شهانة جنوبي. هذه الأثناء حليم الحالم الآن هو المتصدر من الخارج والمندفع، وشاهد مشاري العيسى يدفع بكل قوة للتقدم. من وش خايف يا هشام؟ والله أنا ما أدري، خايف من شيء يعني معين، لكن كلها خير، كلها يعني كلها زينة، كل حلبة كلها زينة، كل الفراز زينة، فرس الفراز زينة، في خير زينة. لكن الشوط هذا نقول أنا أتوقع يكسب حظ. في هذه الأثناء جاك مقرب، جاك 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 الرابعة، هل سيضيف الفوز الأول أم حليم الحالم؟ يأتي في المركز الثاني نيار عبا، الحصان الأشقر البالغ من العمر 5 سنوات، يحاول الانطلاق، حليم الحالم يطارد ابن عذبة، هنا نيار عذبة بطلا لهدية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، ألف مبروك. أوف، تفكرون في اللي أفكر فيه صح؟ فوز غير عن أي فوز، لأن لو مو الأحداث اللي صارت قبل في الشوط ودخول اسطبل عذبة ودخول أفضل خيل اسطبل عذبة، إنزين كان ممكن يكون فوزك اليوم عادي، لكن مشاركة نيار عذبة مع الخيل اللي موجودة مع اسطبل عذبة، هاي اللي يعطي روح ثانية. طبعا نيار عذبة حصان يعني فرق جدير، يعني يقارن بالخيل اللي معاه اللي ريتاتها العالية، لأن حصان كسبان في فرنسا وداخل السعودية بريت عالي فوق 100. أنا راكبه بالرياض ريته 105 حصان. هذا ليش نزل؟ يوم تركبه دخل ميزان؟ لا بس كان عند مدرب ثاني. لا بس فوق كذا إنه راح الكاس بالرياض. اليوم سيارة؟ اليوم سيارة بدون. لا بس اليوم جاء جاهز أول ما جاء ركض، تصادف ظروف وارتاح وجاء من الصيف بداية الموسم، اللهم ما حصلنا لها شوط للسيارة، فحنا كنا من البداية مرتبين من الفين المفتوح، وطويل العمر ما قصر حطنا هالسيارة وصارت من نصيبنا يا ربي. كنتوا خايفين إن ما تصير من نصيبكم؟ أكيد كنتوا خايفين. مو سالفة خايفين، لأن أنتم كلمتوني أمس. كلمني أستاذ صالح وأنا قلت حصاني زين، بس اللهم المسافة. إيش قلت له أمس؟ إيش قلت له في التلفون يوم كلمك؟ أمس كنت متخوف من المسافة وما أدق عليك. والله أنا قلت لك أمس حصاني زين بس أنا خايف من المسافة، أول مرة يروح للمسافة هذه. طب العذبة ما حسبوها صح؟ ليش ما حسبوها صح أبداً؟ لماذا؟ أعتقد إنزين أن اليوم وجود 3 من أفضل خيلهم وأن نيار عذبة يفوز عليهم، صدقني أنه ما حسبوا الحساب. فاجأ، لكن أنا كشخصياً أنا أمثل نفسي ما مثل أحد، يستاهل مبروك، أهم شيء السيارة تروح مواطنين كل صراحة. يعني ذرنا على الصراحة ملش الحمد لله، أهم شيء هزمت الثلاث خيل، هزمت الحمد لله، أهم شيء هزمت الثلاث خيل. ترى الأمير عبد العزيز خبر الأمير بندر من قبلها إنه لو صار وفازوا بيتنازل عن السيارة أكيد، وخلونا من هالموضوع الحين. وين محمد الدهام؟ وش صار؟ محمد دايم نايم. ها؟ محمد دايم نايم. الحمد لله. ها؟ نوم زين ولا يصحى طق الستارت. إيه بس اليوم طق الستارت وترى شوي تأخر. يمكن حاطهم غفوة. ما اشتغل منبه. بس راسك اليوم زين محمد، مفروض تكسب. وانا دائما اعمل حساب لكل شوط، لكل حصان في الشوط. ايه وجاز ما عندها ظروف، عليها ميزان 60 كيلو وشارق عليها عنده ظروف. بس ما تفرق الميزان يا تفرق في المسافه موسى البعيده. فراسك ريتها 114. اي نعم تفرق في المسافه البعيده. شوف ممكن تقول لي ارضيه، ممكن تقول لي مجهزت، ما ادري عنها انا، بس اتكلم عن ما اشوف ملعب السباق. شغله السباق ايش كانت؟ أشوف اليوم حضور التوب يعني، أول شيء هذا بالعين يشوف. كم بالمية؟ يعني أنا أشوفها 70% اليوم. وبينما ناس ثانيين قالوا إنك مترهي عشان كذا راح الشوط. أوكي، بس إني ما بس قالوا نايف نايف العنزي مترهي أكثر منك. ثاني بشترك على العربيات. اليوم؟ إيه. خير إن شاء الله. نايف ما كان على بعضه، ولا رجع لي بعدين، بس أعرف خسارة عن خسارة تفرق، واللي صار اليوم يمكن منطقي بالنسبة لخيل عذبة بس شوي ثقيل. جاي سادس وهذا يعني بالعكس سبق، يعتبر تحضير له إن شاء الله في السباقات الجاية. حصان مشارة 2000 بعيد عليه وحتى خياله،
نزل يقول له 1600 أنا أكسب بعيد شارك. إيه نعم، وميزانه 62 كيلو يعني عنده ظروف. مليون بالمية ما كانوا مصدقين إن الحصان بيواصل للنهاية. والدليل إن شوف حليم الحالم ترى تأخر، يمكن يعني هو حاول يقرب لكم بس خلاص كان تولي. مشارك هاي خايف عشان المقابلة، ها؟ خايف عشان المقابلة. ليش ما يقولون؟ ما أدري والله، ما يحبون الظهور الإعلامي شكلهم. عاد مشاري بعد خلوه على صوب الحين. أنا خلصت خلاص. ما عندي شيء. خلاص هذا هو. يعني هذا جاز مثل اللي عنده. اليوم هذا هو. ما عنده شيء ثاني. اليوم بس. إن شاء الله الجاي أفضل إن شاء الله. إيش تقول لموسى؟ أقول إن شاء الله يعني يهتم بخير وخير. مجهزة زين. لا إذا جيت بترك محمد جهز زين الفرس عشان يترها ويكسب. نقول بيض الوجه يعني الفرس تقيل ممكن. يعني لا تركبني شيء مو جاهز. أنت كمدرب أكيد حط لها برنامج. برنامج كل يوم كان على السيارة. ما ضبطت معك. جيت ثالث. المرة الجاية وين تروح؟ إنهم المرة الجاية بعمرك هذه الأمور عند الإدارة. أكيد الإدارة بس المدرب أكيد عنده برنامج الخيلة يعرف وين يسجل الأشواط. ما فيها شك، هذه أكيد ما فيها شك. والأمور هذه كده بتخليني ممكن أصدق كلام عبد العزيز الواصل. شوف عبد العزيز الواصل وجميع المدربين عن عين وراسي وأخواني، وكلنا طال عمرك كل إنام بما فيه ينضع. بدون إسطبلات الخلدية اليوم كلين يتنفس. يعني لو في إسطبلات الخلدية ما حد يتنفس. شيء معروف، هذه كلها الخيل العربية تركب خيل. بس خيل عذبة عنده منتاج كويس. برضو لو ترجع خيل عذبة تلقاها خيل خلدية، لكن يستاهل، خذها بي منها، ما هو بلا بترشيح ولا حد ندف. يحاول الانطلاق حليم الحلم. باخذ بي منها حصاني وبصور مع السيارة، غير أكيد هذا شيء ثاني. يعني شيء كثير، أول سيارة أخذها لي بميدان الملك خالد. أهم شيء راحت السيارة حط تحتها 70 خط أزرق. كمال، أهم شيء راحت السيارة ما طيحت. وينك؟ موجود من زمان ما شفتك. إجازة؟ مو بإجازة. كلكم سمعتوا إن علي كان موقف، بس مو هذه المهمة الحين، لأن على طار التوقيف تذكرون وعندنا إحنا في نظام النادي الفروسية ما عرفنا النظام. الله يجزاهم خير. أقول لك معطي قبل 50 يوم، تقول لي لا أنت معطي قبل أسبوع. مو صح، في نسبة. مو معممين عليكم شنو القوانين؟ لا ما حمّم. أبداً. تدخل ما تدري وش الخيل وش رايح متحلل وش ما تحلل. أحلى؟ إي والله. تعطيني النسبة تقول لا نسبتك كذا، أنت عندك النسبة الإيجابية كذا، عندك مشكلة. أسلم الأمر. تبين لي اجلس معي. يا أخي حط كل بداية موسم لقاء مع المدربين اللي جلس معكم تحكي. حزتها قلت لكم الموضوع طويل. وما بعرضه إلا لما أسمع رأي كل الأطراف فيه، ويمكن الحين فعلاً الوقت اللي لازم نفتح ملف في اللجنة فيه. أبي أسمعك شيء وأبيك تعطيني رد عليه أو تفسير. خلي بصير فيه ثقافة. أخي النادي لابد إن حتى كيف إنه بيخلينا طعم رك. نحن العالم يا مدربين خاص مثلاً. يوعيهم زيادة، يعطيهم من الدورات، يفتح لهم الآفاق. ما هو كتلة عسكرية داخل في السباق وتحكم كتلة عسكرية. يعني حرام أمس أعرف كتلة عسكرية تقصد. أعرف كتلة عسكرية تقصد. ما أعرف. قولي عشان أعلمك إيه ولا لا. أنا ما عندي. ما أقول. تقولي. نعم. طيب ايش تقول؟ انا اعرف وانا ما اعرف. بقول في الحلقه اسمع. ها؟ بقول في الحلقه. لا تقول معاك، قول قدامي انا. لا عشان لا طيب انت كمل الكتله العسكريه. ماني بقول المفروض ان في مونه في امور يعني في شفافيه في تعال لجنه مثلا انا ما اصلا اللي في لجنه التحكيم عسكريا. لا
عسكريين عاد كيفهم عسكريين على انفسهم عسكريين في مجال عملهم لكن قدامي لا يصير عسكري والله انا هنا جاي اعمل واسترزق ما انت جاي هنا عشان اضرب تحيه ولا اضرب انا جاي هنا في عمل اولا احترم وجهه نظر الاخ بدن وبالنسبه لنا احنا سواء عسكريين او مدنيين هدفنا واحد احنا عندنا عسكريين وعندنا مدنيين والهدف واحد اللي هو خدمه هالكيان هذا ولما العسكري او المدني يطبق النظام في نظام واحد ما في نظام للعسكري ونظام للمدني نظام واحد واللوائح واحده احنا نطبق النظام سواء عسكريين ولا مدنيين وما هي بعيبه ان العسكريين يعملون بالشكل هذا بالعكس هذا فخر لنا وللجهه اللي احنا ننتمي لها بس ما تبي تعرف بدن ليش قال هاي الكلام مو معممين عليكم شنو القوانين لا محمد لا ابدا تدخل ما تدري وش الخيل وش رايح متحلل وش قلت ما تحلل احلف اي والله صدق ما تعرف يعني ما نعرف ما يعرفون هنا ولا مدرب هنا يعرف يسحبون دم يسحبون دم ياخذون العينات يا دم يا بول وانت بكرامه وخلاص ما تدري وش هل هم بيسوون لها زراعه ولا يعني ما المواد المحظوره هذه نظام عالمي المواد مصنفه المواد المحظوره تصنيف من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه الرابعه والخامسه وفيه الابر الزيتيه وفيه الكثير من المواد المحظوره ما في رولز من النادي مقدمه لكم لا هم اوريدي يمشون المفروض على الرولز العالميه هو النظام عالمي هو ماشي مع النظام العالمي بالضبط في نسب في جميع الدول في نسب في بوينت زيرو بوينت كذا النسب موجوده النسب ما تحط في للمواد المحظوره بس اذا تعد والمواد العلاجيه موجوده النسب ولا غير موجوده موجوده هذه كلها المواد تصنيفها مثلا عندك الدرجه الاولى الدرجه الثالثه هذه لها مواد من اللي يطلع المواد ونسبها هو المختبر اللي يرسل له النادي لاخراج النتيجه اخراج النتيجه هل النتيجه سليمه ام ايجابيه اذا كانت النتيجه ايجابيه نرجع للائحه المواد المحظوره باي درجه هذه الماده هو ان شاء الله انهم ثقتنا فيهم ان شاء الله انها كويسه لكن من ناحيه التحاليل ولجنه السباق والتحكيم المفروض انها تاخذ تثبت لها على شيء مثلا في امريكا في ميادين عندها فيها البيوت او الفنادين قبل 4 أيام 5 أيام صح؟ لانها فعاليتها ما توصل لخمس ايام. بدين انت اعتراضك على نوع القوانين ولا على ان انتم ما عندكم فكره عن شنو هي هاي القوانين؟ على نوع القوانين وعلى ان ما عندنا فكره. كل شيء. الكلام هذا غير صحيح. شلون غير صحيح؟ احنا الان في عصر التكنولوجيا هذه، في عصر انك تقدر تفتح جوالك وانت في اي مكان وتعرف المادة هذه كم نسبتها وكم تحليلها وكم هذا كلام غير صحيح بالإضافة إلى إحنا نتبع الاتحاد الدولي للسباقات الخيل الاتحاد الدولي لسباقة الخيل كل سنة بيجددون المواد هذه ويجددون المعايير الخاصة فيها حلو وبعدين إحنا ننزلها في مواقعنا ما هنا ما يطبقونها هم عذرهم يقولون إن أصلاً المختبر هو يطلعنا هل هو موجب ولا هل هو سهل أنا أقدر ما تعطونهم إياها كلام مو صحيح أنا هذا مو صحيح وأنا أقدر كم النسبة يقول والله ما عندنا نسب عندنا إنه موجود في الدم بوزيتيف إيجابي هذا غلط ما يصير لا النسب هذه خاصة بالمختبر المختبر اللي متفق معه النادي المعتمد في فرنسا في بريطانيا في هونغ كونغ عندهم المواد إذا تعدى الحد المسموح به يعتبر مادة إيجابية إذا كان أقل من الحد المسموح به فما تعتبر مادة إيجابية مخرج احنا معلش اسمح لنا نعم هذا يمشون علي يا اخي بين لي اجلس معي يا اخي حط كل بدايه موسم لقاء مع المدرب ولجنه السباق والتحكيم وبين لي نظامك في التحليل انا اقدر اجيب لك ورقه واقول لك اخر انا بجيب بس اخر عينه او اخر ماده ايجابيه صارت عندنا هنا ومعطيني اتس اوفر ذا ليميت اوف مثلا كذا الماده اللي هي يعطيك يقول لك اتس اوفر ذا ليميت اور ذا ريت سوري ريت النسبه كم يحددها هو يحددها ولما يطلبونها منكم تعطونها ما فيها شيء من حقه
من حقه. بس والمفروض ياخذوه من الانظمه العالميه، مو بياخذ لي السيء في امريكا والسيء في بريطانيا ويجي يطبقه عندنا. لا، خذ الشيء الكويس من جميع الانظمه وحطه عندنا. كم النسبه؟ نقول له ما في نسبه، يقول هذه مشكلتكم، ما في نسبه مشكلتكم موجوده. وبقدر اوريك اخر تحليل او اخر ماده جت عندنا. ومستعدين تقعدون معاهم وتشرحون لهم اللي لهم واللي عليهم. احنا منهم وفيهم، احنا ما احنا بغراب، احنا منهم وفيهم، احنا بالعكس احنا نجاحنا نجاحهم. سمعتوا مخلد ايش قال؟ لا حد يقول كلام غير. احنا نجاحنا نجاحهم، احنا بدونهم لن نرتقي. اذا ما دعمونا ودعمناهم لن نصل الى 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 الى, 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 الى المستوى اللي مطلوب منا كميدان. اللي عنده استفسار يرجع حق مخلد، خلص لا تقولون لي شيء ثاني. بس تدرون، رجعت وفكرت، إذا على موضوع اللوائح، اللوائح موجودة في موقع النادي تبع الاتحاد الدولي للفروسية، خش على الاتحاد يحصل جميع مترجمة لكل المدربين؟ ما لا طبعا مترجمة، ما هي مترجمة، بس حنا عندنا يعني عنده طبيب وعنده كذا، ما هي مترجمة. النسب موجودة فيها؟ موجودة في 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 الموقع، موجود كالنسب، كم مدة السحب، كم مدة الكشف، كل حاجة موجودة. العملية يعني ابذل شوي مجهود كمدرب أو كطبيب وتحصل على المعلومة. أنت اليوم وأنت في سيارتك تقدر تحصل على المعلومة عن طريق الجوال. بس معاهم حق المدربين ضايعين. إذا نائب مخلد جوابه كان، بس حتى لو كان يعرف، هاي ما يمنع أن اليوم النادي وكلجنة سباق من واجبها أن هي تعطي المدربين لوائح يمشون عليها، المادة الفلانية هاي النسبة، إذا هاي النسبة طلع هذا متخصص لجنة تقدر السباق. تسري لا البياطرة لجنة السباق الدكاترة. لا في اللجنة البيطرية هي اللي تخصصها، لجنة سباق وتحكيم. من حقهم يعرفون النسب، من حقهم يعرفون المواد. النسب هذا يقدر يسأل فيها لجنة البيطرية وليس لا لازم لجنة السباق. لا لجنة البيطرية. لأن اليوم أنت كلجنة تحكيم لازم تعطي الناس أنت على شنو بتحكم. أنت مو لجنة تحكيم. أنا بس ما حدد النسب، أنا النسب والنسب هذه ما. مو أنت بتحددها، بس أنت تعرفها لأن أنت بتحكم على أساسها. هاي اللي أنت تعرفها هاي اللي لازم. خلاص جتني النسب هذا ما متخصص اللجنة. تخصص اقول مو متخصص اللجنه اللي تحدد النسب. لا مو تحددها لا ولا يعني مو تحددها توضحها. ما عندنا هذه النسب، لازم يكون عندكم. ما مو متخصص، لازم توضحها حق ما هذه مي متخصص عشان اوضحها. زين احنا ما لي طبيب بيطري ولا اقول له كم النسبه. لا مو تحددها بس تحطونها في اللوائح وتعممونها. مو متخصص ولا تقدر تحددها في اللوائح هذه، في كل اللوائح الدول والنظام النظام ما تحطون النسب هذا لازم يحطون. فشلون نتوقع من المدربين انهم يكونون على نفس الصفحه وفاهمين كل اللي قاعد يصير صح ولا عندكم كلام غير؟ بعدين في طريقه الملك شيك فيها شوي يعني تعرف ان هي نوعا ما تتصف بالشفافيه. ليه؟ الكمبيوتر اللي يختار بطريقة عشوائية. الكمبيوتر عشوائية نعم، ما في أي تدخل. عيلان ما هي طريقة عادلة أتوقع أنا. ما في أشوف. قرعة بس ما هي مكشوفة. لأن الشفافية تعني إن الجميع يكون مطلع عليها، ولكن هاي فقط في يعني تصير ضمن أبواب مغلقة وفقط لجنة السباق اللي تشوفها. عندنا ما نشوفها إلا وقت السباق. إيه بس أنتوا بس. عندنا اللجنة. ما هو اللجنة الآن صارت جهاز. بالضبط. ما عاد هي يعني لجنة. إيه ما هي شخص مقلد ولا شخص فلان من الناس. معك، ولكن هي جهاز. نهاية المطاف ليست أمام العلن، وأي شيء ما يكون أمام العلن يعني شوي تخف عنه صفة الشفافية. ما أعتقد أنا أتكلم عن اختيار أسماء معينة حسب الشوط. تختار ثلاثة، الشخص اللي اختاره نفسه، الشخص اللي اختار الأسماء هذه ما يعرف مين اللي اختار أساسا. أنا مو بصحيح، يعني في حصان ممكن يجي ست مرات، ست أسابيع ورا بعض يطلع، اشتري الحظ اللي هالحصان هذا ست أسابيع يطلع. وحصان ثاني ما يطلع، ما يروح. الحصان تختارونه اختياري صح؟ أنتوا تختارونه. والله له الحق اللجنة إذا انسحب من الشوط، انسحب كم حصان إنك تختار، ولها الحق طبعا اختيار اللجنة، لها الحق اختيار كم عشوائي إذا شافوا والله فعلا أحد شاكين فيه أو شاكين فيه. نعم هو طبعا هو مستشار اللجنة هو اللي يعمل الكلام هذا دائما، لأنه بحكم تواجده في يوم الأربعاء. من مستشار اللجنة؟ اللي هو المستر فيل. لأنه هو اللي يختار حقيقة.
إذا تواجد، إذا أحياناً ما يصير موجود أي واحد من أعضاء اللجنة يقوم بالضبط. ما يجب أن يكون اختياري في التحاليل العشوائية خذ تحاليل عشوائية، إذا شفت حصان شكيت فضع أخذه، أما الملك شيك لا، يجب أن تكون بالكمبيوتر. شفت؟ لأن لو هاي الشيء يصير قدام عيونهم ولا مدرب بيقدر يقول هاي الكلام، ما بيقدرون. ليش؟ لأن شافوا قدام عيونهم. بس اللي خليهم يقولون كذي إنه يعني ما يعرفون هم شنو صار، هم مو بوياكم في الغرفة، ما يشوفون إن الكمبيوتر اختار. فأنت بتطبق الشفافية طبقها بهاي المبدأ عشان يكون فيها شوي شفافية، عشان أنا أعرف. ما هو كل يوم أجي للملك شكلي أخي أنا كشفيكم والله هذا الكمبيوتر نسب، حتى النسب نسب المختبرات. أنا والله نسبة. أنت تشوف أن النظام الماشي حالياً نظام ناجح ويجب أن يستمر؟ والله النظام اللي حالياً الحين ناجح وما في أي مشكلة ويجب أن يستمر، وما في أي مشكلة، وفي مدربين طبعاً ويجب أن يستمر، ما صار عندهم أي مواد محظورة، سجلهم نظيف ولا في أي مشكلة، هذا اللي صار ويجب أن يستمر. والله يستمر يتطور شيء ثاني، هذا راجع لإدارة النادي. أنت رأيك كعضو في لجنة التحكيم؟ والله أنا النظام ماشي ممتاز، ما في أي مشكلة. ممكن إحنا نحطها بالعلن إذا بيحصل يوم القرعة، ما عندنا مشكلة، ما في إشكالية. لو هذا نقدر نحطه على الشاشة. على الشاشة. ما عندنا مشكلة. كلنا نشوف. ما عندنا مشكلة. هني أنت تقدر تقول شفافية 100%. هذه أمرها سهل، هذه مجرد عملية بسيطة يعني. أوكي. تربطها بجهاز معين يحط في القرعة يشوفون الشخص اللي يختار عادية. اللجنة أحياناً في تخبط، في أشياء اللجنة، أنا ما أخفيك في تخبط في اللجنة، ولكن حسب ما سمعنا من سمو الأمير بندر بن خالد في إعادة نظر في الموضوع هذا، وإن شاء الله إن شاء الله حنا ما نبي شيء، حنا نبي بس الشيء الصحيح. أنا كنت أحاول أكتشف وين المشكلة وليش كل الكلام اللي سمعته، بس أعتقد إنكم من اللي عرفته بتفهمون وين الثغرة وشنو اللي أبغي أوصله. نرجع للشوط الحين. الشوط التقديري لازم يكون قوي، لو ما كان قوي ما في متعة أساساً، فمتعته بقوته. لو نقول المنطق وش راح تقول يا أبو وصي؟ أنا أقول لك كارب لانكو خطير. يعني سحبة وسوجد أكيد عندهم فعلاً ثقة في كارب لانكو. صح. السؤال هذا كنت بقول أنا. ما نسحب هذا اللي خوي كاب، أو إنه أصلاً كانوا مدخلين سوجد بس تكتيك، بس يبون يخوفون الناس اللي مشاركة في الشوط. تكتيك استطبق. إيه أعرف إنه هي استراتيجية من كذي، أبي أعرف إنه ليش دخلتوه وأنتوا تعرفون إن أنتوا بتسحبونه. نشوفنا إن شاء الله إنه أخوانه كفو سحبنا. إيه هذا الحصان أنا أتوقع إنها يعني أزي من سوجد وأزي منها، وتشوف اليوم. يعني قبل ما كنتوا متأكدين إن أخوانه كفو؟ لا متأكدين إن شاء الله، بس واحد ليش يجمع خير الزين كله في واحد؟ لا هم يعرفون الناس ما يخافون، هم يعرفون مقاس حصانهم يمشون على مقاس حصانهم. كرب لانكو بس ابو مدرب سعود سعد ما معودنا دائما ان اول مشاركه لاي خيل له ما يحصل على مركز. والله ما ادري هذا المدرب هذا شرطه، لكن اتوقع اليوم انه يسوي شيء. حصان بطل وفاز بكاس ولي العهد وكاس الملك. في بعض الخيل اليوم انه حضر مع المدرب يعطي اول سبق احسن من ثاني سبق، يعني ما هي الخيل ما يسوي. في حصان بطني وهذا والسبق الثاني يصير احسن، وفي واحد يجي حاضر مره ويجيب اول سبق يجيب كل اللي معه. ممكن الانتاج يسوي شيء ويتغلب على المستورد؟ ممكن، ليش لا؟ كل اللي سجلت فيها الشوط كلها خيل ما سجلوها هلا الا هاقين فيها. من الانتاج المتوقع انه يكسب المستورد من هو؟ سهج حق اسطبل الامير سعود بن سلمان. اي نعم هذا رأي شيء مرشح. مرشح؟ نعم انا مرشح. متأكد؟ وانا خايف منه. متأكد؟ ما انا متأكد خايف منه. اليوم هو يا ثاني اول. احسبيها علي انا. يا ثاني يا أول يعني صار لازم نسأل عنه عند ناصر الأزمع. ما حجي. ليش؟ شنو سوينا؟ صدقوني ما تبون تسمعون الكلام اللي سمعته، بس ما عليه، أنا يهمني ابتهج الحين. أنا قلت غلط. أحمد أنت فاهم وأنا فاهمة وهاي الرياضة. هاي الرياضة. أنا عارف هاي الرياضة. ليش الحساسيات وكذي وكذي؟ عندي حساسيات غير. يمكن ما يرضوا بهالشيء. إذا فاز بتهج اليوم بتحاكيني؟ بحاكيك.
وبغض النظر عن اللي قاعد يصير. بس أنا أقول لك الحصان هذا يحب الرتم هذا، الرتم السريع اللي يجي فيه يدخل، فممكن هذا الحصان يفاجئ. في شاكي؟ أوه صح شاكي، نعم صح صح شاكي، شاكي خطير، جالس الأسبوع الماضي ثاني. أنا آسف نسيته والله، لكن شاكي خطير. تعتقد اليوم إذا ما حد لف عليه أو خرب عليه مسار الشوط ممكن يسوي شيء؟ ما أثرت مرة يعني، حصان بينه وبينه ثلاثة طول يمكن أو طولين، ما أثرت نهائي. لو أنه كان على يعني ما صار اللي صار يمكن يجي منافسة فوتو فنش يكسب خشم الله أعلم. إذا كان في ذاك الشوط فعلا ممكن كان يكسب خشم لو ما حد ضايقه، ترى معناته أنه في هالشوط ممكن يكون وايد أفضل. والله ممكن، إن شاء الله حالته زينة حصان. حالته زينة؟ إيه. بس هل نفس ترانك فيرو؟ هذه السؤال. المرة الجاية قلت لي حصان ما جهز. إيه؟ شوف المرات الجاية وش أسوي مع ترانك فيرو. والله. توعد بأشواط قوية. وهذا اللي قلت الكلام ذا؟ إيه. يا رجال. اليوم تقديرية. همزح همزح همزح. اليوم تقديرية. والله إن شاء الله نكملها إن شاء الله. عندك عذر؟ لا إن شاء الله. إن شاء الله الله يوفق إن شاء الله. يوفقنا الحظ الطيب. ليش الويس؟ Why you chose Nicholas over Frank Firo؟ لا أنا ما أسحب عليه. لا أكتفي مع مدرب ثاني وقبل لك. المالك يقول. لا خلينا نقول حاجة. وش؟ أنت خشمة. ها؟ أنت خشمة. شلون؟ أنت خشمة. نشوف النتيجة الحين إن شاء الله. But you promised them. Well, you can't promise anything. In this business, you did. You promised. هذا ما عندي مشكلة. حمد يتوفى الله يوفق أبو ناصر وأنا الله يوفقني أنا والعوفي. I think Harry Blanco is the favorite. بس ما تحس إن حس إن حصانك في مشكلة يجر شوي؟ لا. ها؟ أنا شفت شوي ما يدخل على جوا. خل بقول حاجة، الميدان يحميدان بعد شوي نشوف يجر ولا ما يجر. How about and level ink? He's the fastest horse. You should try it with him today. Well, I believe today Nicholas. بس هذيك تثبت. ترى أيوه قلت. ترى في تحدي بينه وبين الويس. فعة الراية البيضاء. فتحت البوابات لمنافسة شوط مفتوح الدرجات 3 سنوات فأكثر جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية بمشاركة شاكي كاربلينك وابني نيتي. أنا أحب أقعد أدعي إنه ابتهج يفوز عشان أتكلم معاك عقب الشوط. إن شاء الله. إن شاء الله من قلب علي ولا؟ إن شاء الله اللي يفوز. نص ونص. لا اللي بيفوز كلنا بنبارك له. الأحمر في الصدارة والمركز الأول. قلنا لكم الأحمر ما سحب سودد إلا أن اللي يبغي يفوز اليوم لازم يفوز على كاربلانكو. نعم إذا جاء مستواه منطق والعقل يقول كاربلانكو. والله اليوم سبق الشوط كله ككل قوي. صح؟ قوي يعني زين مرة. يعني مستوى الخيل عالي. في المركز الثالث من قبل نيكولاس يحاول الانطلاق في هذه الأثناء. نيكولاس عنده مناصر. نيكولاس أتوقع أن حصان غاب فترة بس جايب قوة إن شاء الله. أدري بس فواز صاير في عنده مشكلة أنا مو بصيدتها لحين يخفق في خطط السباق. كنت غيب تذي مناصر سبطه يعني من جهة النفسية حصان كان مرهق شوي. جو المركز الخامس لتيك تشارج أوبرا ما أصيل السرحاني. هذه الفرصة بتخربط الأوراق سعود بن سعد على بندر على كل المدربين حتخربط أوراقهم الفرصة هذه. ليش؟ ما نبي نلخبط الأوراق بس إن شاء الله أنها تكسب. هي لخبطة الأوراق معناتها مكسب تشيك. أنا هنا وقت إني جالس أدعي بس لولدي إن الله يوفقه ويحقق الأول. شوف الجواد كل ما يثبت عليه خيال يكون مصالح الجواد. أصير ركبها وكسب عليها. والله شوف الخيال يفرقون لكن الفرس ما عنده مشكلة أتوقع مع أصيل أو غير أصيل فرس ممتازة. ترى العواطف عندي تغلب أنا على المنطق. فيعني لا تلومني يوم إني أرشح وأتمنى وأدعي. أنا ما أرشح بصراحة لكن أقول إن هي حتخربط أوراق الخيل كلها. شاهد التحرك من قبل أفلينا أفلينا زينة بس مع الأفراس. مع الافراس حصن لا وانت قايل لنا ان افالينا ما كانت جاهزه. والله الشوط قوي شفت الصراحه الشوط قوي لكن احنا متوكلين سبحانه وتعالى. افالينا فرس ممتازه دخولها قوي وبس. الاول تقود السباق في هذه الاثناء تنطلق من المشاركه الثانيه لها بكل اريحيه ما شاء الله تبارك الله. افالينا ابن التيلوف كيتي تقود السباق تنطلق مع عبد العزيز الموسى. افالينا في هذه اللحظات بطله لجائزه نادي سباق. قلت لك سبق قلت راح تجهيز صح؟
اليوم جمعت الحصن. لا ما شاء الله. الحمد لله. يعني صدق ما كانت جاهزة وشوي ثقيلة بس. اضطريت أركضها السابق الأخير. أنا ما في إلا هو شاطر. اليوم مو بس فازت. اليوم أفضل خيل في الميدان. اليوم أجاء. اليوم أفضل خيل في الميدان. ألف مبروك تستاهلك هلا. حبيبي ما شاء الله تبارك الله. تدري فيصل لنا شهر والله نشتغل عشان الشوط ده. سبحان الله. والله العظيم لنا شهر بكل مجتهد النصيب. والحمد لله. الله حقق أمني. يا رب لك الحمد والشكر. تستاهلون يا عبد العزيز. حيله. بعد قلبي أنت. عبد العزيز نسبة توقعك المكسب قبل الشوط. والله شوف. تبي الصدق؟ أنا خايف من حصان واحد وينسحب الله يعوضه هذا سؤال. ما شاء الله. الأمير فيصل كنت خايف منه بس يوم انسحب تفاءلت مرة. الحمد لله على كل حال. الله يعوضه وضمنت وضمنت المكسب متى في آخر شيء؟ والله تقريبا بال 400 كنت حسيت إني إن شاء الله 90% كسبان إلا إذا الله عاد. يا رب لك الحمد تستاهلك حلال. مو شيء سهل إن هي تثبت في مكانين في الرياض وهني. إي والله الحمد لله هذا يعني صحيح. يعني يحسب لها. نعم صح الطايف يفرق. طايف الأكسجين والسيدة والمضمار حتى طريقة المضمار. يحسب لها ويحسب لك إن أنت خليتها صدق تقدر تتميز هني. الحمد لله. اليوم إذا بتشوف كار بلانكو. كان المفروض وايد أفضل من كذي. أنا يمكنني ما رشحت أنا. أنت ما أدري عليك. إيه. ولا لا. ها؟ أنا رشحت عندك ما رشحت. صاني رشحت. لا اليوم. أنت مو بس رشح. أنت قلت أنت رشحت وقلت حسبيها علي فهي الحين محسوبة عليك. اللي هي. نسيت؟ ترشيح مشو. حكى على شاكي. قلت شاكي ما تلمس. ما رشحت قلت ما ادري يا الاخبار في الوجه ايش صدق ما بزين يعني جاء عارض في السبك جات الرمل في وجهه وين وصل ما وجا ولا جاء قبري في الاربع جاء السادس السابع ورا مره لا وايد متاخر محمد الدهام ما عرف يتصرف وياه لا مجبور انه مو بعرف كيف يعني شوت سريع مره جبرت انك تخليه ورا ما صرف فنس وانحسب يقول الرمل يجيني وبرا ما اقدر وجوا ما اقدر زين ما تعرفون انتم كنتوا ذي المعلومه عن شاكي انه هو يتضايق من الرمل عشان يقدر انه هو يعني لا بس استرجع فنس ما وين يروح لا قام انا اقول لك الشوط قوه الشوط قوه الخيل كنا 10 ركض الاسبوع اللي فات له فتره ما ركض ترى عليه مركض الاسبوع اللي راح ممكن يصير اخذ من الحصان شوي طبيعي بس يعني ولا كله حصان إن شاء الله قادم ومدربه بخص يعني له وجهة نظر جه الرمل ما مشى حق شوكي حق شوكي يقول جه الرمل ما مشى كل مثلاً الألف ومن ألف ما أجيب الخيل ما هو بريء بعيد مرة أوكي إنما هو قاعد أنا حن هاي ما يهمني أنا يهمني الأول والثاني بين كارو بلانكو أو ابتهج أنا مرشح حصان جه الخير يمكن أو جه في الخمسة ستة حصانك حصان فيصل حصان قوي كار بلانكو اي حصان قوي لا كار بلانكو يا ترى وراهم ورا افلينا وكار بلانكو اليوم يستاهل بس مو واجد الحمد لله الحمد لله ما تحسفتوا انكم سحبتوا سوداد لا ما انا اتوقع كان بيشيل مع كار بلانكو اليوم ما تدري ممكن لو سوداد معاهم اليوم انظر متاكد ما تحسفتوا والله ما تحسفت بالعكس كار بلانكو يحتاج شوي وقت على ما يقدر يأدي اليوم أدى الله يبارك فيه وجاي ثاني يعني مو قولي جاي لا لا معاك شوف أنت تدور إثارة في برنامجك بس مو مو بطريقة الطرح ذا أنت شوف أنا فاهم لا تدور فنيات هذا حصان أول مرة يركض وقدم سباق ممتاز جاي ثاني من سبقه يوم متى يوم كاس الملك بس كحلان ثاني ب 11 طول اي معليش طيب ثاني اللي سابقته فرس ما اخذ كاس الحصان كار بلانكو ما يجي من اول مركاض لا ما يجي لا هو ولا غير انا تبيني اشرح لك صح ايه ولا تبي تبون الصج لما سمعت كلام سعود تفاجأت وحتى ما فهمت ولو احس ان كلام عادي ينعرض كنت سمعتكم إياه بس فضلاً وليس أمراً لا تنزل الكلام ذا كل بولي اليوم طب بس إذا لي خاطر عندي بس لأنه يعني ما هو بزين
ما أبغى أقول، ما أبغى أطلع بالمظهر السيء. وإذا بتنتظرون سبب أو تحليل فني لخسارة كارو بلانكو، شربوه في الفرس اللي اليوم ما شاء الله عليها كسبت، هذه مظروف الحصان أكيد، وفرسها ممتازة، ماخذ كاس اليابان. كاس اليابان من اللي كان فيهم تضرب؟ أنا سألت خيل قوية من؟ بس كارو بلانكو من كان، معليش كارو بلانكو كان كسبان كاس الملك. صح، جاي في كاس الملك صح، لكن أنا أسألك جروب 3 وجروب 1 والمسافة كم؟ كم كانت المسافة؟ كاس الملك 2000 2000 يعني اليوم 1006 1006 هذا سبق تحضير الحصان إن شاء الله، وبإذن الله نقول إن شاء الله في 2000 يصير أفضل أعتقد نجيك في الأيام المقبلة يعني أتوقع على كاس عكاظ. تعرف أنا متى كنت بعذرة؟ كنت بعذرة لو كان ساجد موجود وهو ما أدى، بس إنه ينسحب ساجد وهو موجود معناته هو كان لازم يؤدي المهمة، وهم شايفين في شيء إنه بيأدي المهمة بس هو ما أداها. فات الخير، هذه أبسط جواب ممكن تعطيني إياه حق يعني جواب أحد ما يعرف شنو صار في الشوط. قل لي هل كار بلانكو في شيء أعوقه؟ الحصان نفسه أنا أعتقد أن الحصان صعب جهوزه، أنا شفته أكثر مرة، أتوقع أنه صعب جهوز الحصان اليوم هذا تجهيز له، لكن الحمد لله الله وفق الفرس اللي قدامه، الفرس اللي قدامه بطلة ووفقها الله سبحانه مع أقوى خيل، وكنت هاقي فيها أقوى كبيرة اليوم أنا راح تصور وبأداء. يعني إحنا مو بس لازم ما أحاكي أحمد، لازم يعني أكون في هدوء تام، ولا ما أعرف إيش بيصير. توقعت ذي الأداء من ابتهج؟ لا ابتهج حصان سرود بن سلمان اللي أنت قلت يا أول يا ثاني ما يطلع، وقلت حس بيها علي. أيوة قعد ولا جاء؟ تأخر مو موجود. مثل حصاني. الخيل محب. أي والله الخيل تخذل، مثل ما نيكولاس خذل لويس. فاز عليك لويس؟ لا خسر. ها؟ لا خسر. كم جاء؟ لا هو جاء ورا ولا جاء ثالث حبيبي. ها لويس؟ ها قول له. وأنا قلت. بندر. نحن قبل سباق قلت لك هو اللي بيخسر. أكيد. نعم. بس نجي الثالث. وهو جاء ورا. He did better than me by far. Yeah. By far. If you chose him. Yeah. If I just him, maybe he could do the same or maybe no, I don't know. You took the wrong decision. You know, yeah. I make many times I take the wrong decisions, but sometimes because the people, you know, like forward the Gariban. And me, we have a long history, and you know, sometimes when he asks me to ride, it's difficult for me to say no, you know. Yeah, but it's easy to say no for Bander. For Bander, anybody say no because oh my God. He talks too much. But Luis, no, I'm kidding. He's lost. I'm going to give him a reason. I told him to lose. I tricked him in the heart, and he said, "Hassan Fawaz." Fawaz. مو بضبط معاك كلش، يمين يسار جد ما في، ها الطايف ما تناسبك، أجواء ما ضبطت وياك، ها بخلص الموقف. هاي تعرف اللي ما يأدي هني لازم يعني يذبح روحه في موسم الرياض عشان يعوض. فلينا ابن التل دعش طول هو. ترى الفرس ما شاء الله عليها مستوى جيد حتى في الرياض. كاتي تقود السباق الحمد لله نصرها رب العالمين. تنطلق مع عبد العزيز الموسى. افلينا كراك والحصان حقي ذكرك ولا يوم بين كراك اليوم افضل خيل في الميدان. اشوفكم واسمعكم، وعلى الأغلب أعرف شو تفكرون فيه. الوقت يمر وللحين وين رايحين؟ المستقبل وين؟ في البداية قلت لكم شنو تعني الشجاعة، بس في النهاية بقول من وين؟ من وين تنبني وشلون تنتهي؟ فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.